بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم مستمعينا هذا الميدان على البركة. هنا ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة. شوطنا الثاني هو المخصص في هذه المجموعة، إنما هو شوطنا الأول للجعبكار المهجنات الأصايل. ما شاء الله هذه الشعارات تتنافس مع هذه القمم الجميلة والمميزة هنا في هذا النوع الجميل، هذا النوع المميز، ونحن دائما نوافيكم هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. ما شاء الله تبارك الرحمن. استفتح الإذاعة مع الشايبة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيمة النقلة على المركز ثاني الضبي، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد والشواهين على ثالث المراكز، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حل، وهو الدكتورة، يلا يا الدكتورة، هي التي سوف تعالج أمور الشوط لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والشاب ما شاء الله محمد بن يمعة بالدبيلة، وفي المركز الخامس هناك الضبي لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي أبو نواس، وفي المركز السادس أيضا نبغي نتعرف سادس المراكز هناك اللي هي الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن أغدير، سابعا الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميرة، وفي المركز الثامن تأتي الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن غدير سلهود، التاسع المراكز لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان الغويس، وعاشر المراكز من تأتي الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن غدير. هكذا أيها الإخوة ندائنا للمراكز العشر، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ما شاء الله والمسيرة تسير، مسيرتنا تسير مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق من نوعه الجميل والمثير بالحقيقة. ولكن أرى التغيير من هنا من الدكتورة اللي غيرت على الصدارة، اللي سيطرت على المركز الأول لمقام سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن يمع بن دبيلة، بينما هناك الشايبة أيضا تأتي بثاني المراكز لسمو شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزين، وهناك منقول هملولة ولا الضبي من الجانب الثاني سمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم والخطير أحمد بن سلطان بن رشيد شواهين، رابعا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة، هو في المركز الخامس اللي ما شاء الله تنتقل من موقع إلى موقع لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، أيضا سادس المراكز مع حمد بن راشد بن غدير، وفي المركز السابع ما شاء الله شاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، ما شاء الله هو المتصدر على سابع المراكز، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن أيضا نبغي نتعرف على سلهود اللي اسمه شيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان الغويص في عملية تضمير، تاسع المراكز الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن أغدير، وفي المركز العاشر بنقول الضبي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة الحاضرين المتواجدين منذ الصباح الباكر، المتابعين لكل انطلاقات هذا الميدان، ميدان الطي الحاضر دائما مع هذه الانطلاقات والتطورات الجميلة. ولكن الشاهينية اللي سيطرت على المركز الأول اللي صامده ما شاء الله على مقدمة الشوط حتى هذه اللحظة، والملكية الملكية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وواثق المضمرين اللي يفتح الأبواب ما شاء الله، يفتح الأبواب بتضميره حتى هذه اللحظة الكيلو الأخير. نحن نتجه إلى خط النهاية، واللي يبغي الناموس هناك يقترب من الكوكبة الخامسة بعد الكيلو الأول والثاني، شاهينية والشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد المكتوم والواثق حمد بن راشد بن غدير شواهين هناك من الجانب الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة هو في المركز الرابع من تصل اللي هي الشهيرية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الظبي والمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد. هكذا أيها الإخوة دعنا على حضراتكم هذا النداء للمراكز الخمس، ولكن بنعود إلى المركز الأول. ما شاء الله يا شاهينية، ما شاء الله يا شاهينية اللي مسيطرة على مقدمة الشوط، اللي صامدة على المركز الأول. ما شاء الله ثلاثية 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 يحمل النقطة الثالثة حتى هذه اللحظة. السلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن وين السلام؟ وين السلام يا عامر؟ سلام هناك في محمية نادي الشبا، محمية السبق، محمية النواميس، محمية الكوسي والسيوف، ولكن تهانينا من هذه اللحظات لمقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حفظه الله ورعاه دائما في هذا الانطلاق الجميل، هذا الناموس، وهو دائما يعشق الرقم واحد بالحقيقة. ها هي لحظات الوصول، خط النهاية، معلنات الفوز والناموس. ما شاء الله ثنائية وثالثة أيضا الشهيرية. المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها 6 دقائق 17 ثانية 11 جزء الثاني. تهانينا والناموس.